فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد لقطة في المدينة النبوية عبارة عن سلسال من الذهب ولم يعرفه تكاسلا منه، وقد مضى على ذلك 5 سنوات، فماذا يفعل الآن؟ هل يتصدق به عن نية صاحبه؟ نعم، إذا أيس من صاحبه، أيس من العثور على صاحبه، يبيعه ويتصدق بثمنه على الفقراء. نعم.